عندنا في الحياة من الشعب البار وبلا رواح فداها باقيها جينا اليوم الولاية باتنا كأول محطة في ولاية الشرق باش نعدلوا هذا العمل المسرحي اللي هو الخطوة الأخيرة. يعني هذا العمل المسرحي يعني يتكلم عن معاناة شعب الصحراء في المناطق المحتلة والاضطهاد اللي يعانوه من طرف المخزن المغربي، ويعني يتكلموا لي عن يعني صمود المرأة الصحراوية اللي هي رفضت هذا يعني المجتمع وحاولت عنها، يعني رغم اللي عدلوا يعني باش يضطهدوا الهويه الصحراويه وعادات وتقاليد ولكن بقات متمسكه. هذه المسرحيه والله هذه يعني الخطوه الاخيره هي كانت يعني مع عند رعايه السيد الوزير، يعني باتفاقيه اللي عدت بين وزاره الثقافه الجزائر ووزاره الثقافه الصحراويه، كان من ضمنها تاسيس مسرح وطني صحراوي محترف، والحمد لله يعني نجحت في الفرقه. وكان عندنا ولايات في الغرب الجزائري، عندنا يعني عدة دولات ست ولايات ست ولا سبعة.